والله شوف، يعني هي ندوة قيمة وموضوعها مهم جدا، ويعني مثل هذه الظواهر يجب على الدولة والإعلام والمؤسسات التعليمية والمؤسسات المختلفة، المؤسسات في الدولة أن تتضافر جهودها من أجل مكافحة مثل هذه الظواهر السلبية، لأن ما فيش مبرر للتسول في بلد غني يسبع على بحيرة من النفط، ويجب الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذا. فالليبيين يجب أن هم يبحثوا عنهم، شو إذا كان في ليبيين يتسولوا ينبغي أن تصرف لهم معاشات ضمانية، معاشات مريحة تكفيهم ذل السؤال والتسول، وإذا كان فيه أجانب يجب أن تعالج مشكلتهم مع بلدانهم أو مع المنظمات الدولية المعنية المختصة، بحيث لا يعني يسمحوا لمثل هذه الظاهرة بالانتشار، ويعني الإساءة لمجتمعنا الذي يزور بلادنا يشعر وكأن إحنا نعيش يعني بلد فقير يعج بالمتسولين والمحتاجين وبالذين يمدون أيديهم للمارة والسيارات يطلبون واحد يعطي واحد ما يعطيش. فالحقيقة يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل مقاومة هذه الظاهرة.